بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معكم أخوكم عبد الناصر أحمد لعمل شروحات الخرسانات والتربة. بحب أشكر كل في البداية كل الأخوة اللي علقوا على الفيديوهات اللي احنا قدرنا ننزلها، وفي بعض الأخوة اللي طلبوا إن احنا ننزل الحاجات دي على اليوتيوب، وأنا سعيد جاهد إن ننزلها على اليوتيوب. إن شاء الله ممكن تتابعوها على اليوتيوب بانك انت تكتب في محرك البحث ابو سلمى لشروحات الخرسانات والتربه، وان شاء الله هتلاقي الفيديوهات دي موجوده ان شاء الله. بدايه كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى المبارك ان شاء الله، اللي هو هيوافق يوم 24، ونطلب من ربنا سبحانه وتعالى انه يعيده علينا جميعا وعلى الامه الاسلاميه بالخير واليوم والبركات، ونطلب من ربنا سبحانه وتعالى انه يجعلها ايام مباركه ان شاء الله. اللقاءين اللي فاتوا كنا بنتكلم على مجرد تعريف بهدف القناة، والحاجة الثانية كنا اللقاء الثاني كنا بنتكلم على الخرسانة بصفة عامة. المرة دي هنتكلم على أول عنصر من عناصر الخرسانات، وهي العنصر الأساسي المكون، وهو نقول عليه الأسمنت، هنقول عليه اللي هو عنصر الأسمنت. نكبر كده عشان نشوف الاسمنت. هنتكلم هتقول على تعريف الاسمنت في البدايه، وان الاسمنت هو عباره عن ماده بيقوم بدور الماده اللزقه، اللي هي بتعمل عمليه التماسك ما بين حبيبات الخرسانه الكامله. يعني الاسمنت هو هيغلف حبيبات الرمل، وحبيبات الرمل هتغلف حبيبات الركام الخشن بانواعه، وفي الاخر بيتكون الماده الصلبه للخرسانه. وبعد كده بتنتقل، معنى كده ان الخرسانه هتنتقل من مرحله الخرسانه الخضراء اللي بنقول عليها الخرسانه الصلبه او الهارد كونكريت. الاسمنت بيتكلم عليه مواصفات هامه جدا، وهي نقول بالنسبة للكود الأمريكي اللي بيتكلم على الأسمنت بصفة عامة، هو الكود الـ ASTM، الكود الأمريكي، الكود الأمريكي، الكود الأمريكي اللي هنقول عليه الـ ASTM، الكود الأمريكي اللي هو الـ ASTM. وفي بيتكلم عليه تاني اللي هو الكود اللي هو الاي ان، اللي هو غالبا هيبقى 196 بكل اجزائه، في الاجزاء بتاعته من رقم واحد حتى يعني من هيبقى من غالبا من واحد لغايه تسعه، من واحد لتسعه. كل بارت بيتكلم عن حاجه معينه من الاختبارات بتاعته. هنلاقي رقم بيتكلم على السباس جرافتي، وحاجه بتكلم على المساحه السطحيه والكومبريسيف و الى اخر الاختبارات اللي هي الخاصه بالاسمنت. زي ما قلت لحضراتكم ان الاسمنت هو عباره عن الماده بيقوم بدور الماده اللزقه، او الماده اللي بتعمل تماسك ما بين الحبيبات. قلت تاني اللي بتكلم عليها المواصفة الامريكي الاس ام، لان احد الزملاء كان بيقول لازم احنا لما نيجي نتكلم هنذكر رقم المواصفة اللي هي بتتكلم على الحاجه دي برضو، عشان لو في برضو الزملاء بيراجعوا الاختبارات اللي بنعملها يقدروا يرجعوا للدليل على صدق الكلام دوت، ولو في خطا يردون عليه. كل المواصفات هي بتتكلم عليها بدايه، ادي كلها هي كل الارقام ديت، الاكواد دي بتتكلم على الاسمنت من ناحيه تركيبه، ومن ناحيه طرق خلطه، ومن ناحيه طرق اجراء الاختبارات اللي بتتم عليه. الاسمنت لما بيجي يتصنع وبيبقى له مكونات اساسيه، يعني زي مثلا هنيجي هنا هوت مثلا في، ولا انا بقول ايه هي المكونات الاساسيه للاسمنت، هنلاقي ان الاسمنت كله دوت بينحصر، يعني بيتحصر في اربع عناصر مهمه جدا، هي اللي بتعمل في الاخر عنصر الاسمنت. يعني بعد المواد كلها ما بتخش في مرحله الحرق وبتكون منها عنصر الكلانكر، بينتج منها اربع عناصر. الراجل اللي هو المسؤول في مصنع الاسمنت لما بيجي يعمل التركيبه بتاعتها بيحط نسب، يعني في عندنا ثالث سيليكات الكالسيوم بيحط منها من نسبه 40 لـ55% من الكميه، وتاني سيليكات الكالسيوم بيحط منها من 20 ل 35،
وثالث الومنات الكالسيوم بيحط من 9 ل 11، ورابع الومنات الكالسيوم بيحط من 5 ل 11. طيب ده اللي بيكون عنصر الاسمنت اللي احنا بنقول عليه الاسمنت البورتلاندي. طيب انا اقول حاجه كده اهوت، في معظم الناس ممكن تختلف عليها، الا وهي ان الاسمنت كله واحد، الاسمنت كله واحد، ودي كانت نقطه خلاف ما بين بعض برضو الزملاء، يعني الاسمنت كله واحد، هو الاسمنت هو اسمنت بورتلاندي لا خلاف عليه. ولكن لما بيجي الراجل اللي هو اللي بيصنع ماده الاسمنت او عنصر الاسمنت، احنا قلنا الاسمنت دوت يعني اكتشاف الانسان وصل له، فلو هو لما يجي يغير في التركيبه، في التركيبه ديت مثلا، او في التركيبه ديت، او في التركيبه دي، في النسبه دي، في النسبه ديت، فبيغير المسمى بتاعه. يعني ممكن مثلا ما هو بدل اسمنت بورتلاندي عادي بيضطر ان هو يرفع من كميه سيليكات الكالسيوم مثلا، فبيتحول الاسمنت من اسمنت او بي سي عادي لاسمنت منخفض الحراره. مع حضراتكم. طيب لو هو غير في التشكيله بتاعه الكالسيوم اللي احنا قلنا عليه، اللي احنا بنقول عليه باللغه العاميه اللي هو الجبس، هيخليه اسمنت سريع الشك. مع حضراتكم. يبقى في ادي نوع تاني ظهر، يبقى نوع تاني ظهر منه هو لما غير في التشكيله بتاعته وغير خلق نوع اسمنت جديد. لما يجي هو يغير في المونات الكالسيوم، هيغير في الاسمنت اللي هو بدل ما هو منخفض الحراره يخليه اسمنت عالي الحراره، واسمنت عالي الحراره ده اللي بيستعمل في الاماكن البارده زي كندا وزي الدول اللي هي فيها بروده عاليه، لكن احنا عندنا هنا في مصر عشان الجو حار، او الدول الافريقيه عامه او شمال افريقيا درجه الحراره عاليه، فبيضطر ان هو يستعمل كميه جبس قليله، فبيخليه اسمنت بطيء الشك. مع حضراتكم. اذا الاسمنت كله بصفه عامه هو اسمنت او بي سي، ولكن لما غير في التركيبه بتاعته غير من الـ الـ الاسم بتاعه، فطلع منه اسمنت حديدي، طلع منه اسمنت بورتلاندي، طلع منه اسمنت الابيض، طلع منه الاسمنت منخفض الحراره، اسمنت مش بطيء الشك، اسمنت على الكبريتات، و و و فبينتج منه انواع اسمنت. فلما يجي هو يعمل انواع اسمنت، فبيطلع عنده انواع اسمنت، احنا قلنا اسمنت بورتلاندي العادي، ويطلع منه اسمنت اللي هو البورتلاندي سريع التسلط لما قلنا هيغير في التركيبه، ويطلع تاني اسمنت مقاوم للكبريت، واسمنت منخفض الحراره، واسمنت بورتلاندي ابيض، واسمنت مخلوط برمل، واسمنت ناعم على النعومه اللي بنقول عليه هاي سيلاج، واسمنت بورتلاندي حديدي، ولسه برضه هنطلع انواع اسمنت جديده طول ما الناس بتوع اللي شغالين في عالم الاسمنت بيصنعوا ويجددوا، لدرجه ان احنا دلوقتي قريب سمعنا عن اسمنت ملون، في اسمنت ملون دلوقتي، ان في خرسانه دلوقتي طالعه اللي هي خرسانه ملونه، فبدل ما يضيفوا اكاسيد للخرسانه، لا دلوقتي في احد الزملاء بيقول ان هو في مصانع اسمنت دلوقتي بتعمل تجارب ان هي تطلع اسمنت ملون. ده بالنسبه اللي هي انواع الاسمنت. طيب لما اجي انا اعمل اختبارات الاسمنت لازم احط في الاعتبار، لازم احط في الاعتبار، هل انا بتم بعمل اختبار دوت على الاسمنت وحده، بيور اسمنت باودر لوحده، لازم احطه في الاعتبار. هل انا بعمل الاختبارات بتاعت الاسمنت على عجينه الاسمنت ان هو الباودر وضفت له ميه، يعني ميه واسمنت زي ما بيحصل مع السيتنج تايم مثلا، هل انا بعمل اختبارات على الاسمنت بعد ما ضفت له رمل وميه زي ما بعمل الكومبريسيف، هل انا بعمل اختبارات على ماده الاسمنت بعد ما اضاف لها الركام الناعم والخشن، يعني بعتب اختبر خرسان، يبقى لازم احط في اعتباري الاختبارات اللي هي هتتم على الاسمنت عشان احكم عليه من درجه جودته. الموضوع بتاع الاسمنت كله انا هتكلم على اختبارات الاسمنت البودر، الاسمنت البودر لوحده في حد ذاته، بعد كده بدخل معاه ميه عشان اعمل سنجل تايم، بعد كده بدخل معاه رمل وميه عشان اعمل اختبار الكومبريسيف. لما اجي انا ادخله بقى لمرحله الخرسانه، يبقى لازم اكون تميت عليه كل الاختبارات دي عشان اقول للراجل المسؤول الاسمنت ده جاهز انك انت تختبره، انك انت تختبر الاسمنت. دي كانت تعتبر شبه فكره بسيطه على الاسمنت ومكوناته. طيب هل يمكن في يكون حاجه افضل من الاسمنت؟ اه ممكن، طول ما الانسان بيفكر ممكن يخترع حاجه حديثه بدل الاسمنت، ممكن ما نعرفش ايه هي الماده اللي هيخترعها تقوم بالدور اللازق للخرسان. هو زي ما احنا قلنا الاسمنت هو مجرد ان هو هيعمل هيقوم بدور الماده اللازقه. طب هل في بديل ليها؟ حاليا ما فيش،
حاليا ما فيش، ولكن طول ما الناس شغاله في عالم الاسمنت هتخترع طرق تانية جديده، وهتالف وهتصنع قصدي انواع جديده من الخرسانه، من الاسمنت اللي هي هتقوم بدور الماده اللاصقه. احنا قلنا برضو المكونات دي مهمه جدا. طيب في اختبارات بتتم على الاسمنت، ايه هي اختبارات الاسمنت؟ ادي الاختبارات الاسمنت اللي احنا الراجل بتاع المعمل بيطبقها عليه. طيب كم اختبار؟ كل الاكوان اتفق ان هم 10 اختبارات، 10 اختبارات بتتم على الاسمنت البودر عشان في الاخر نقول الاسمنت دوت كويس او مش كويس. في اختبار نعومه الاسمنت اللي احنا بنجيب المساحه السطحيه بتاعه الاسمنت من نعومه، بيتم بطريقتين، اما عن طريق اختبار المناخي، اما عن طريق اختبار جهاز بليل، وده ان شاء الله هنتكلم عليه بالتفصيل كل اختبار في الحلقه الواحده ان شاء الله. وفي اختبار بيجيب الوزن النوعي للاسمنت، لان كلنا متفقين ان الاسمنت، او مش احنا متفقين، كل العالم متفقه ان كثافه الاسمنت 3.15. 3.15 ده كاسمنت او بي سي اللي هو بنسميه الاوردينري بورتلاند سيمنت اللي هو الاسمنت العادي. لما بيخش في اختلافات في التركيبه الكيميائيه بتاعته عشان يوصل لنوع اسمنت ثاني، اذا الكثافه النوعيه بتاعته هتختلف، فممكن يبقى 2.9 يبقى داخل في مرحله اسمنت ثاني، ممكن يبقى فوق 3.15 يبقى داخل في اسماء في مرحله في نوع اسمنت ثاني. يبقى احنا كرئيس بتوع معامل ممكن نقول نوع الاسمنت من خلال الكثافه النوعيه بتاعته، وده برضه ان شاء الله هنتكلم عليه بالتفصيل ان شاء الله في شرح الاختبارات. في اختبار الشك اللي هو الشك الابتدائي والشك النهائي للاسمنت، برضه هنتكلم عليه ان شاء الله. وفي اختبار اللي هو التمدد، نقيس تمدد الاسمنت، وهو بيسموه ثبات الحجم للاسمنت. في كمان الاختبار اللي بعد كده اهوت فين، في الاختبار اللي هو ضغط الاسمنت، بحكم على الاسمنت بدرجه نشوف اللي هو مدى تحمل الاسمنت للضغط. والاسمنت معروف ان هو مطلوب له الجهد الاساسي بتاعه بيتحقق على عمر 28 يوم، او على حسب المواصفه اللي انت شغال بيها. في اسمنت بيختبر على عمر يوم، وفي اسمنت على يوم ويومين وثلاثه وسبعه وواحد و28، وفي اسمنت بيختبر زي اللي موجود معانا في المشروع بتاعنا حاليا اللي هو بيختبر على عمر يومين وعلى عمر 28 يوم. اليومين دول بيكون ليها ليميت برضه محدد، مطلوب ليها غالبا 10 ميجا، مطلوب لها على عمر 28 يوم 42.5 ميجا. وبعد كده الاختبار اللي هو ظهر في الاونه الاخيره دوت، اختبار التفاعل الحراري للاسمنت او الهيت اوف هيدريشن. دول 6 اختبارات اساسيين، بس انا قلت 10 اختبارات. في اختبارات تاني بتتعمل مش مطلوبه من الراجل بتاع المعمل، لانها غالبا بتبقى مكلفه ومش مطلوبه كتير، اللي هي الاختبارات الكيميائيه بتاعته، واختبار اللي هو الحرق بكده 8 اختبار، وفي اختبار اسمه زمن الشك الكاذب، وده اللي هو بيسموه الفولسيت او الفالسيت، وده اختبار دوت غالبا بيعترف بيه الكود الامريكي. وبقيه الاختبارات تاني اختبارات التحليل الكيميائي بتاعه، وغالبا بتاع الراجل بتاع المعمل ما بيقومش بيها، دي بتتعمل غالبا في معامل خارجيه لانها بتبقى مكلفه وما بتطلبش بكميات كبيره في المشروع اللي بيبنى في المشروع. اذا احنا هنتكلم في الست الاختبارات دولت، لما اجي اتكلم ان شاء الله في الست الاختبارات دولت ان شاء الله اوعدكم هنتكلم او في لقاء هيبقى على يعني مثلا لو اختبرنا مثلا مسكنا اختبار نعومه الاسمنت مثلا كاحدى الاختبارات، هتكلم في الاختبار دوت عليه بصفة عامة بطريقته وبتفصيله، وان شاء الله هيبقى معاه ان شاء الله فيديو عملي لطريقة اجراء الاختبار وازاي بنحسب النتيجة بتاعته. ده بالنسبة للاختبارات كلها بالتفصيل، وبرضه هيتم نفس الكلام على الكثافة وعلى الشك وعلى الساوند اللي هو تمدد الاسمنت، وبرضه على الكومبريسيف وعلى التفاعل الحراري. كل الحاجات دي ان شاء الله هنعملها فيديو مبسط ان شاء الله في خلال دقيقتين ثلاثه كده اهوت. بس ارجو من اي حد يتابع الفيديو ان شاء الله لو لا اي خطا وكلام من ده يعرفنا الصح، بحيث ان احنا نرجع ليه، لان انا عارف ان انا بكلم ناس اعلى مني امكانيات وكفاءه، فانا مش احسن منهم، ولكن يعني انا جات لي الفرصه ان انا اعمل الحاجه ديت. فارجو ان هم لو عندهم اي ماده علميه يساعدوني بيها انا، ده شيء يشرفني طبعا. وفي النهايه انا بشكر المهندس محمد السويدي شكر جزيل جدا على مدى الاهتمام بالفكرة. واخيرا اقول لكل السادة المتابعين
الناس اللي يعرض درجة عالية. أنا أحب أستغل إمكانياتكم إنكم تعلمونا أي شيء جديد، وأشكركم. وكان معاكم أخوكم عبد الناصر أحمد من قناة أبو سلمة لعمل الشروحات. وما تنسوش إن شاء الله إنكم تتابعوها على اليوتيوب، إنك أنت تكتب في محرك البحث أبو سلمة لشروحات الخرسانات والتربة إن شاء الله. وأطلب من ربنا سبحانه وتعالى إن أكون وفقت. والسلام عليكم ورحمة الله.